مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع رمية حمدين تفضل يا رميا شكرا لك جماعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة من بعد ظهر اليوم وحتى يوم الرابع عشر من اكتوبر الجاري. كان مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري داري أعلن انتهاء اليوم الثاني من الأيام العشرة المحددة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية دون أن يتقدم أي راغب في الترشح بأوراقه إلى الهيئة. استشهد شابان فلسطينيان واصيب خمسه اخرون بجروح برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزه، وذكرت وكاله الانباء الفلسطينيه انه تم تعطيل كافه مناحي الحياه في قطاع غزه وتعطيل الدراسه في الجامعات والمدارس ورياض الاطفال، وكانت الفصائل الفلسطينيه قد اعلنت عن اطلاق مئات الصواريخ باتجاه اسرائيل والمستوطنات المحيطه بغزه، في المقابل اعلنت سلطات الاحتلال حاله التاهل واستعداد قوات الاحتياط بعد زعمها مقتل سيده اسرائيليه وتسلل عناصر فلسطينيه الى بعض المستوطنات من جانبه دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين تانياهو الى عقد اجتماع امني رفيع المستوى لبحث الوضع أعلنت السلطات في النيجر أن رحيل القوات الفرنسية المقرر له أن يبدأ هذا الأسبوع سيتم تحت حراسة الجيش النيجيري وأفادت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة أن اجتماعا تنسيقيا عقد الخميس بين مسؤولين عسكريين فرنسيين ونيجيريين للاتفاق على طرق انسحاب القوات الفرنسية والمتمركزة في النيجر مع هدف مشترك يتمثل في فك الارتباط بشكل منسق واهتمامه قبل أو إتمامه قبل الأول من يناير Ce pays, face à la situation sécuritaire, انتقدت الولايات المتحدة اعتزام روسيا الغاء تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة منزعجة من اعلان المبعوث الروسي ان موسكو ستتراجع عن تصديقها على المعاهدة، معتبرا او ان معتبرا ان خطوة كهذه من اي دولة موقعة على المعاهدة تعرض للخطر بلا داعي العرف العالمي ضد تجارب التفجيرات النووية. <applause> قال النائب الاول للممثل الروسي الدائم لدي الامم المتحده ديمتري بوليانسكي ان روسيا دعت لعقد اجتماع لمجلس الامن الدولي في الثالث عشر من اكتوبر لبحث الدعم العسكري الغربي لاوكرانيا واشار المسؤول الروسي الى ان مجلس الامن الدولي في الاسبوع المقبل سيتعين عليه مره اخرى مناقشه القضايا الاوكرانيه موضحا ان كييف والغرب دعوا لعقد اجتماع لمناقشه الهجوم الصاروخي على قريه جروزا بمنطقه خاركيف في اوكرانيا وهو ما دفع موسكو لطلب فوري لعقد اجتماع لمناقشه شحنه الاسلحه التي يرسلها الغرب لاوكرانيا <applause> منح القضاء في نيويورك الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب فتره ارجاء مؤقته في اطار محاكمته المدنيه والتي بدات الاسبوع الماضي بتهمه الاحتيال، كان ترامب الذي يعد الاوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخاباته الرئاسيه لعام 2024 قد تقدم باستئناف لوقف محاكمته، وفي حكم اصدرته محكمه استئناف في نيويورك رفضت المحكمه وقف المحاكمه ولكنها قررت تعليق تنفيذ الغاء التراخيص التجاريه ومصادره شركات عائله ترامب رياضيا اسفرت قرعه بطوله كاس العالم لكره القدم الشاطئيه والتي ستقام في الامارات فبراير في المقبل عن وقوع منتخب مصر في المجموعه الاولى بالبطوله وتضم منتخبات ايطاليا والامارات والولايات المتحده. واكد المدير الفني لمنتخب مصر لكره القدم الشاطئيه مصطفى لطفي ان البطوله صعبه وقويه مشيرا الى ان المنتخب سينافس بقوه على تحقيق انجاز يليق بالكرة المصريه في اول تاهل الى كاس العالم. ويشارك المدير الفني للمنتخب في ورش عمل نظمها الاتحاد الدولي علي هامش القرعه مشاهدينا انتهي موجز التاسع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل